بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. النهاردة إن شاء الله هنتعلم مع بعض واحدة من أجمل وأعسل وأزوق وكل الحاجات الحلوة اللي في الدنيا، الخواص اللي في CSS، وهي البوزيشن. قبل ما ندخل في البوزيشن هنحكي حدوتة لطيفة كده وبسيطة. خلينا نشوف العناصر بتاعتنا اللي موجودة في الصفحة دي، لو حبيت أتعامل معاها وحركها من مكانها لسبب ما. عنصر الوان ده أنا محتاج إن هو أزقه من فوق كده حتة 10 20 بيكسل مثلا ولا حاجة. طيب هقول له margin top 30 بيكسل. العنصر بيتحرك وكله تمام، لكن بياخد معاه بقية العناصر اللي في الورك فلو معاه، زي اللي تحته واللي جنبه والكلام ده كله. ده كلام عظيم ومفيش فيه اي مشكلة خالص. مع البوزيشن هتقدر ان انت تحرك العنصر بأريحية في اي مكان في الصفحة، وده بيستعملوه في الكومبلكس لاي اوت او الحاجات المطلوبة تتحط في اماكن معقدة. خليني اقول لك ان لو طلبت منك ان الوان ده يجي في الكورنر اللي تحت خالص، ده لسبب ما. اللي هيحصل طبعا ان انت لو بعيدا عن البوزيشن هتاخد العناصر دي كلها في سكتك وهتشخرم طبعا التصميم، ومفيش داعي للكلام ده كله. ندخل بقى في البوزيشن عشان نشوف الكلام ده بيتعمل ازاي. اول انواع البوزيشن هو الاستاتيك بوزيشن، وهو ده الديفولت فاليو بتاعت الخاصيه. الستاتيك بوزيشن تقدر تعمل بيه ريسيت لانواع البوزيشن التانية، وده بيخلي العنصر في مكانه محجوز في الورك فلو زي ما هو وما بيتحركش في اي حته، والاتجاهات اللي انت بتحرك بيها البوزيشن في العادي اللي هي التوب والرايت والبوتوم والليفت ما بتاثرش فيه ولا بتعمل اي حاجه. تعالوا كده عند ال1 ونقول له بوزيشن ستاتيك، وده الوضع الافتراضي اللي هنشوفه مع بعض اهو. ولو كتبت له بقى توب 100 مثلا 10 بكسل 20، مفيش اي حاجه من دي هتاثر فيه. طيب ده كلام عظيم ومفيش فيه اي مشكله خالص، وهندخل على طول على الريلاتيف. كلمه ريلاتيف يا جماعه معناها نسبي. العنصر بتاعنا بيتحرك بناء على نفسه. فاكرين لما حركنا العنصر ده بالمارجن حصل ايه؟ تعالوا نشوف لو بنحركه بالبوزيشن هيحصل ايه. انا كتبت دلوقتي بوزيشن ريلاتيف، وعندي بقى الاتجاهات بتاعه الصفحه اللي هبدا احرك بيها العنصر. هاجي اقول له دلوقتي توب 30 بيكسل. العنصر يا شباب بيتحرك بناء على نفسه 30 بيكسل من فوقيه، وجي فوق التاني عادي وممكن توديه في اي مكان في الصفحة زي ما انتم شايفين كده، ما بيأثرش على العناصر الموجودة في الورك فلو معاه. مش بس كده، انت ممكن تكتب نيجاتيف فاليو وتطلع العنصر بره صفحة عادي من غير اي مشكلة ومن غير ما يأثر على المحتوى اللي معاه. العنصر يا شباب هرجع اقول تاني بيتحرك بناء على نفسه، يعني لو قلت له ليفت 10 بيكسل معناها 10 بيكسل من على شماله. لو جيت قلت له بوتوم 10 بيكسل هيحرك 10 بيكسل من تحت من الحته اللي هو فيها، يعني المكان اللي انا فيه حط لي 10 بيكسل تحت يبقى العنصر هيطلع فوق سنه. ده كلام عظيم، عمال تقول لي بناء على نفسه بناء على نفسه بناء على نفسه، هل في حاجه بناء مش على نفسه يعني؟ البوزيشن اللي بعده على طول. البوزيشن اللي بعده على طول هو الابسولوت بوزيشن او الوضع المطلق. الوضع المطلق بقى مختلف عن الريلاتيف في حاجات كتير جدا. اول حاجه العنصر بيطلع بره الورك فلو، يعني ال1 ده اول ما حوله بوزيشن ابسولوت العنصر كانه مش موجود في الصفحه، وال2 ده هيجي مكانه فورا، يعني من الاخر كانك مسكت 1 ده عملت كده. اللي بيحصل شايفين هو ده بالظبط لما استعمل البوزيشن ابسولوت، هو ده اللي هيحصل. تعال نشوف اهو ال1 يا شباب موجود فوق وال2 تحته. عشان اثبت لك هعمل في ال2 ده كده مارجن مثلا اي حاجه عشان نحركه بس. شايفين يا شباب العنصر اهو ال2 زي ما انتم شايفين. طبعا ال1 بيتحرك معاه، هقول لك ليه دلوقتي، لان انا عامل طبعا يعني شويه تعديلات كده. انا حاطط في البوزيشن مش كاتب الاتجاهات التوب والليفت والكلام ده كله. خليني اجي دلوقتي عند الاتجاهات بقى واوريك الحاجه. انا كده بس اثبت لك ان التو موجود في مكانه ومش معترف ان ال1 هنا، لان ال1 طلع بره الورك فلو خلاص. نيجي بقى عند ال1 ونقول له ليفت 20 بيكسل. عمل ايه يا شباب؟ البوزيشن ابسولوت بيخلي العنصر يتوزع بناء على الصفحه، يعني الصفحه بتاعته او الاب اللي هو فيه اللي هو البودي ده 20 بيكسل من على الشمال هنا. طيب فاكرين التجربه اللي عملناها بتاعت البوتوم؟ هنجربها هنا. هقول له بوتوم 0، بص هيروح فين؟ تحت خالص خالص 0. طب هقول له رايت 0، بصوا جه فين؟ في الكورنر اللي على اليمين خالص. لما اجي ازود بقى شويه يبدا يتحرك، بيتحرك بناء على الاب اللي هو فيه الصفحه. الاب بتاعه دلوقتي هو الصفحه، لان احنا هنعمل تجربه تاني ان احط ال1 ده جوه عنصر تاني. طيب تيجوا بقى نجرب التجربه اللي عملناها من شويه وانا بمسك التوب بعمل فيه مارجن اشوف هل هياثر على ده يا ترى ولا لا. تعالوا نشوف مارجن في اي حاجه حصلت؟ مفيش. الاول انت ما كنتش مديله الابعاد اللي يتحرك فيها، دلوقتي يا شباب انا مديله الابعاد اهي، البوتوم 0 والرايت 40. ده كلام عظيم وزي الفل ما فيهوش اي مشكله خالص. نيجي بقى
للتجربة اللي هتورينا شوية حاجات برضو مهمة. هعمل عنصر هنا في ال HTML وهسميه parent تحت العناصر دي parent بالشكل ده، وهسيبه فاضي مش هعمل فيه اي حاجة، هديله بس width و height والكلام ده. ادي ال parent width مثلا 500 بيكسل وال height مثلا 300 وال background color 3E بالشكل ده. وطبعا عشان الديفات كلها واخده الكالر وايت والكلام ده، فممكن نديله لون افضل جرين مثلا او بلو عشان كلهم بس ياخدوا ابيض، والبادنج والويتس مش هيطبقه هياخد الويتس ده بالشكل ده. ده العنصر بتاعنا، عظيم جدا الكلام ده. هاجي بقى دلوقتي هاخد الون اللي احنا عاملينه ده خليه جوه البيرنت مش في الصفحة بتاعتي. ادي البيرنت بتاعتي اهي، فهو دلوقتي بقى جوه البيرنت والحمد لله كله تمام. وهبدأ بقى اقول له ان انا عايز اتحرك، يعني الوان ده اخليه يتحرك جوه الاب ده مش بناء على الصفحة. عشان تعمل الكلام ده محتاج ايه؟ عشان اخلي العنصر اللي متوزع بالبوزيشن ابسلوت يتحرك جوه اب معين زي اللي هو الازرق ده، لازم الاب ده يكون ليه بوزيشن ريلاتيف بالشكل ده. بدون الريلاتيف العنصر 1 ده هيطلع بره الاليمنت الاب ويتحرك في كل حته. تيجي نجرب؟ تعالوا نجرب. هنحط في البيرنت اللي هو بتاعنا ده البوزيشن ريلاتيف بالشكل ده، وهنيجي عند ال1 ونقول له بوزيشن ابسولوت، وهقول له بوتوم بالشكل ده 0. بصوا راح فين يا شباب؟ رايت 0 كده. هو بيتحرك بناء على الاب ده. لو جينا عند الاب ده وشلنا منه الريلاتيف، الاخ 1 ده هيطلع بره الاب ويمشي لاول اب يقابله اللي هو البودي. شايفين بالشكل ده؟ وكده يا جماعه عرفنا البوزيشن ابسولوت، وطبعا مش محتاج اقول لك استخداماته في كل حاجه في الدنيا هتستخدمه. طيب البوزيشن اللي بعده لا يختلف كتير عنه الا في حاجه واحده بس. البوزيشن اللي بعده، المثال اللي احنا عاملينه ده بالمسطره مثال حلو جدا ليه. البوزيشن اللي بعده فيكسد. ايه الفيكسد؟ البوزيشن فيكسد يا شباب بيتحرك بناء على الصفحه بغض النظر هو فين، ملوش علاقه. ومش بس كده، ده كمان بينزل معاك طول ما انت بتعمل سكرول. تعالوا مع بعض كده في البادي هنا نقول له انه مثلا المينيمم هايت 6000 او 5000 بكسل. طبعا حاجه رهيبه كده بس عشان نعمل سكرول بس مش اكتر. ونيجي عند الاب ده ونقول له انه البوزيشن مش ريلاتيف ولا حاجه، وسيب ال1 يتحرك براحته، وهقول له بوتوم 0 ورايت 0. ده كلام عظيم. نعمل بقى سكرول. شايفين ال1 مكانه فين؟ بص لما اعمل سكرول حصل ايه؟ بيفضل في مكانه وخلاص. الفيكسد بقى موضوع مختلف تماما. هسيب الريلاتيف ده زي ما هو اهو، وهاجي عند ال1 وهقول له بوزيشن فيكسد. فيكسد يعني فيكسد. تعالى بقى نقول له رايت 0 وعايز اقول له بوتوم 0. ايه اللي حصل هنا؟ ملوش علاقه بقى بالاب اللي انت حاطط له ريلاتيف ولا الكلام ده، لانه فيكسد ماشي معاك في الشاشه. نعمل بقى سكرول هيفضل معاك في الشاشه. شايفين يا شباب ده بيستخدم في ايه؟ دايما هتلاقي الناس حاطين هنا سكرول تو توب، زرار كده ما بتدوس عليه بيطلع معاك لفوق، وكل ما تنزل الزرار بيفضل موجود. دي افضل استخدامات البوزيشن فيكسد. طيب ده كلام عظيم وزي الفل، وفضل لنا واحد من الحاجات الظريفة وهو الاستيكي. الاستيكي عايز كده شوية حاجات هنعملها دلوقتي مع بعض. خليني اعمل نص مثلا باراجراف في لوريم بالشكل ده، ونكرره مثلا مرتين ثلاثة بالشكل ده، ونحط بعديه ديف نكتب فيه كلمة سكرول او استيكي سكرول بالشكل ده. طبعا الباراجراف مش هعمل فيه اي حاجة، البودي سيب فيه الهايت ممتاز، الديف هنديله بادنج وهنديله مثلا باك جراوند ريد وكلر ابيض عشان بس نميزه عن الباراجرافس بتاعتنا. كل الكلام ده مش محتاجينه. هنبص بصه كده على الصفحه، عظيم، ده كلام عظيم. هنيجي بقى هنا نكتب كلمه ستيكي سكرول الكلر ابيض بالشكل ده، ونشوف احنا هنعمل ايه. الستيكي سكرول يا شباب بيفضل في مكانه، هاي حاجز مكانه زي ما انتم شايفين، بدليل ان انا احط وراه كام باراجراف تاني بالشكل ده. ادي باراجراف، نكرر كام باراجراف اهو قبله وبعده، مش مأثر على اي حاجه خالص زي ما انتم شايفين. الستيكي سكرول بيخليك تعمل سكرول للصفحه بالشكل ده، اول ما توصل عند العنصر ده بيفضل موجود معاك فوق. ده عامل كده زي البوزيشن فيكسد، بس بيجي في حته معينه لما يحصل السكرول او البيهيفير بتاع السكرول لما توصل له. الحركه دي كانت بتتعمل بالجافا سكريبت زمان، دلوقتي بقت اسهل كتير. تعالوا مع بعض عند الديف بتاعنا ونيجي نقول له دلوقتي بوزيشن
ستيكي بالشكل ده. وهنعمل كده وهنزل شوية العنصر. خلينا لحظة واحدة يا شباب عشان أأكد لكم بس. مظبوط، احنا حطينا البوزيشن، لكن فاضل لنا طبعا نقول له هيكون ستيكي فين. هقول له توب زيرو، يعني هيوصل عند التوب زيرو هيفضل دلوقتي ستيكي. ننزل كده مع بعض، شايفين يا شباب اهو. طب انت مش عايز يكون فوق خالص كده يبقى لازق في الصفحة، نقول له مثلا 20 بكسل، مش عايزين يكون لازق فوق خالص. هنعمل كده، ادي 20 بكسل. اول ما يوصل عند ال 20 في التوب ويشوف السكرول البيهيفير يفضل معاك. طبعا الحركه دي بيعملوها فين عشان تكون عارف؟ بيكون عنده مثلا نافيجيشن بار فوق، في محتوى فوقيه، يعني في شويه محتوى اهو وفي لينكات هنا، فانت بتنزل عادي جدا، واول ما توصل عند اللينكات بتنزل معاك اللينكات تحت عشان تفضل معاك فوق كده وتقدر تشوف المحتوى واللينكات في نفس الوقت. يا رب يا جماعه الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم، واشوفكم ان شاء الله في درس جديد، والسلام عليكم.